walaalayaal, kani waa darsigii 35aad ee kitaabka Mutammimatul Ajarumiyya lil-Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Muhammad ibn Abdurrahman al-Ma'ruf bil-Hattab rahimahullahu ta'ala. Babul Badri hadha mahalluhu wa mabhathuhu. Intaana badalka gaarin tawkiidka markaan soo mareenay waxaan arii wa kullun wa jami'un wa 'aamatun يؤكد بها المفرد بانو اخرنا نملينا والجمع مركا ان المفرد والجمع نراهنا او يؤكد نائب الفعل او غدغنا ساسا وناكسن ويؤكد بها المفرد والجمع ايا لو خوجيا ولا يؤكد بها المثنى الكسوا تصحيحان ان المفرد والجمع اخريبان مارت ترجينا. باب البدل هذا محله ومبحثه بدل كي أيان هلكا كقلينا مركا بدل إن لي رهضو وحال رهضو واستلاح البصريين. أما نمك كوفيين تا الترجمة والتبيين والتكرير أي رهضان حق اللغة وحالو رهضو العوض بدل مركا لي رهضو وعوض سيدا مثلا عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها يعني أن يعوضنا خيرا منها ساسوك بمعنى العوض وي استلاحهان ومد مصنفك وهذا نوشي هو بدلك التابع مدك الراعوي وحيكه الرئيل لما قبله براعة تابع مرك اللي يرهضه هو جنسي أو جميع التوابع وضنبو كل منايا توابع دي سبدح إذي نوصه هرمرتي يكنبو كل منايا ويا المقصود بالحكم تابع عاسو المقصود لو قصد بالحكم حكم كأسق لو لقصده مرك المقصود بالحكم وحلو جيدا إستقع أي حكم كاللو لقصده متبوعي سلو مقصده دون متبوعي بالو جيدا كي أو راعي ما حكم كبدل كأي لو لقصده ياويا مرك أرنتاسو المقصود بالحكم ليري جنسي أنصو شيقني بو فصل ايه هو بدن وكسارايا وحساريا توابع ذي كلاس وهرتي او دن مركي اللي قريبه المعطوف ببل بعد الاثبات بل كي الوعد في ولبا ايسا نفي اهين اثبات او يهي كامرك اللي قريبه محايا لنعتك اي توكيدك اي عطف بيانك كل قد وحال اذا هذا ليست مقصودة بالحكم ايه قالوا لما قصد حكمك لكن المقصود بالحكم هو نقنا يا متبوع ذي هو أي راعان يعني مارتي معطوفك عنجد معطوف عليه أما مارتي مؤكدك أما منعوتك كواس أي راعي ويا بل وحوليه يعني مقصودك أيها ماها كواس مارتي سبح ذا أنصو شيقني مقصودك أيها ماها لا لكن وحويه ووح كملوا مقصود كأي كملان ويان ساسو أجيدا مرك هذا الديرو ماشان كبحنا يا صنفك شارح عداد أدمارت شرح في فيرين كرتان آدم في عمتعي مرك هاسو وحوير مصنفك هدنا بلا واسطة واسطة الآن متك حكمك يعني أيضا وحود حياة هجرين وحكمك لو لقص دالي لهذا كلك بلا واسطة مرك اللي لهذا إستغانا يعني وحو مارة سارية كي واسطده لهاي عف نسقية لأنه واسطه إليه وحباء أدح بحيثه مارة عطف كي معدوف عليه حرف من حروف العطف أي أدح مرويا كاسو كلمه سارية انت استعريفتك وقصو الشيء مصنفك وعطفك وحنجي إذا بدلك أوليه وحوير مصنفك رحمه الله وإذا أبدل اسم من اسم اسم هدي اللي بدلوه اسم كلا لقى بدلوه امسه او فعل فعل هدي اللي بدلوه من فعل لقى بدلوه تبعه بدل كيور راعا مبدل منه يسيبه راعا في جميع اعرابه اعرابتي سدمانتد ايوك الراعاوية هدي رفعتها اي هدي نصبتها اي هدي خفضتها اي هدي جزمتها ما دام فعل فعل لقى بدلوه وكل راعاوية
انتاسبا يعني مارت وكرعة ساس أيو مصنف كولي ليه رحمه الله. والبدل على أربعة أقسام مركا بدل كمبدل منه قيس إنه إعراب كرعة أيو نوشيغي لبدا لك بدل كمبدل منه قيس أسماها النقدين أما أفعالها النقدين ويا وحوير. والبدل على أربعة أقسام بدل كأفر قيبوت كركود أيو أهادي أفر قيبوت أي الله كلا سارة وسيد مشهورك واللي قال نويا كنكو بعد الأول ومتك هوري بدل الشيء من الشيء بالغير هذا شيء شيء اللي بدله يعني شيء شيء كلاه معناها أو لم يديهاي إن اللي بدله بالغير هذا معناها محله جيدة وإن ذات ذا مبدل كأه بدل كذات ذيسو إن يتهي عين المبدل منه عين المبدل منه كان مبدل منه قاه إلا بدلا يحقي سحلقس وبدل قاذنا عين تيس إن يتهي بها الرباب ولي مركا لليه بدل, بدل الشيء من الشيء يعني مركا أورنا يسو ساسا اللو جيدا ويقال بدل كان نفتي سبا وحالي هذا بدل يعني بدل بدل الكل من الكل نوالي إلى هذا كل كل اللي بدل شينا والي إلى هذا بدل الشيء من الشيء وحوليه يعني وإنو يهي بأن تكون ذات بأن تكون ذات المبدل منه ذات المبدل يعني ذات البدل وجيدا عين المبدل منه إلى نغتويا مركا وحكى الله لكم أقعابا بدل الكل من الكل من الكل بالي إلى هذا لكن ابن مالك وكلا يتوحوا بحي بدل مطابق لي هذا بدل مطابق نوالي هذا يعني بدل المطابق متكي الدبولي مبدل منه بيس الدبولي الموافق لمعنى المبدل منه مبدل منه معنيه سكي وافقي أي عبارة ذات نوالي هذا مركو حولي هاي ابن مالك مركو هذا الكسو قورينا أيو حولي هاي لأن هذه العبارات صالحة لكل بدل يساوي المبدل منه في المعنى يعني بدل كستاء مبدل منه قيسا معنيه سأوافق أوافق يأوك المساوي أوليه لسي من يهي أيو ما أركتي صالح يهيب أوليه حق معناه كلام يهيب أوليه مركا بدل الكل من الكل وحوليه هذه اللي يرى هذا إساق سيدا هذه اللي عبره كمر موبي إلا وحا أجزاء دقيقيب سماء كلامه هاني وحا قيقيب سمي وجزء أجزاء أقبل يأكل أي بدل الكل من الكل الذي كرا يعني نصف إيه ثلث إيه وحلا ماذا إيه صاصو كلا أقيم سمي كرا لي هذا كل كبدل كهرة وبدل الشيء من الشيء بالي هذا شيء شيء اللي قبل شيء بدل المطابق ده بدل الكل من الكل ده أنت بوالي هذا ويا نحو قولك تصالب ونسي مصنف رحمه الله هذا الكادي وحلا ماذا ترى هذا ويا جاء زيد أخوك جاء زيد منك زيد ليرى هذا بايمد أخوك ولا الكابايمد ساسو كلا أترى هذا ويا جاء زيد أخوك زيد بايمد ولا الكابايمد باتر مركا زيد كان يمد لفتي سبابه ولا الكايا مركا واسكمت سوى مجد وعين المبدل منه سقي لفتي سيوي أخا يمد ماها منك لا وزيد كي لفتي سيوي اللي حوجنا أيوهيا جاء زيد بايمد أخوك بايمد ولا الكابين زيد كواب ولا الكالفتي سي واسلا ويعني البدل أو أخوك وعين المبدل منه جي وزيد كالفتي سو سي لفتي سي ويا مرك جاء وفعل ماضي زيد وفاعلك أخو وفاء وحال هذا بدل بدل من زيد وبدل الشيء من الشيء وي مرفوع وعلامة رفعه وعلامة رفع الواو نيابة عن الضم لأنه من أسماء الخمسة أو من أسماء الستة أخوه مضاف الكاف مضاف إليه وي. قال الله تعالى الله وحويري سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم هذا الكاس يعني ساس أيولي اهدنا الصراط المستقيم الله ينهنوني أي ذاتك مؤمنين تأورنيا الصراط وددي المستقيم أتوسنيد صراط الذين كوي وددوا ذي نقول يعني نقول هنوني صراط الذين محرشات كنوحة وصراط عن دنبه وحي بدل كتاهي الصراط ظهره الصراط ظهره أي بدل كتاهي لكن بدل كان وحالي لهذا وبدل الشيء من الشيء
سراد كان لفتي بدل كيه وسراد كهر لفتي سأمويا فوضلي يعني اهدنا سراد المستقيم له وضل التوسن وضلي مارتي يعني أي مرين يعني من الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وددوا ذي ويان وددوا ثلفته ذي ويان مركة وحالي لهذا هو عين المبدل منه ذي ويان اهدنا اهد وفعل أمر مبنين على حد في النون ويان سوما جدوا أحد فعل الدعاء نوالي لهذا إلا الله يعد له خطابه فعل الدعاء مبنين على حد في حرف العلة اللي هو الياء اهدي يا ذا سال جرى حرف علها أهويا اهد ذا يعني لو مفعول هذا النصب نيسا أصل كوحوية لكن اهدنا أو كلا فعل كالي هذا وحو أصل لبدا مفعول كان ذنب إني أما اللام كجارته أما إلاء كجارته سيدا مثلا هداه لكذا أو هداه إلى كذا سيدا أترى ذوكرة يعني ما ركتي لام إلاء وحلمتك إني كجارته ويا إن لا توسعه أو لبدا مفعول بالنفس الدهان تلي وقدر تنوال أركا سيدا أيضا أو كليته ناذا وحوه اهدنا اهدي فاعلك وأنتوي ناذا ومفعول به مفعول أول كي ومبنى على سكون في محل رفع في محل نصب أصراد ذا ومفعول ثاني جيوي أصراد ذا مفعول ثاني جيوي المستقيم ذا وعلى قصي فيني صراط ذا وبدل من الصراط الأول وبدل المنصوب منصوبا وبدل كل من كل أما بدل الشيء من الشيء بدل المطابق كي أترى ذبا وبدل المنصوب منصوبا وعلامة الاسم فتحة ظاهرة في آخره صراط الذين أنعمت عليهم ويا مركز صراط مضاف الذين مضاف إليه وماركتي وإضافة أهام ويا وقال تعالى إلى صراط العزيز الحميد الله ساسوك له الله بالأرنية مركز الله ذان وهوس دقنتهي في قراءة الجر مرك الأخرية يعني قراءة النافع وابن عامر اللي يراه ذا نافع ابن عامر قراءة ذو ذويا الله اللي يراه ذو وحال لقى بدلايا العزيز ذا سال لقى بدلايا العزيز أي هوصر لا صراط العزيز اللي هي عزيز كأها ودذيسي الحميد أي المحمود اللي مهدي الله الله ودذيسي يعني ساسو كلمان مرك الله ذا وبدل من العزيز وبدل المجرور مجرور وعلامة جره كثرة ظاهرة في آخره بدل الشيء من الشيء بالله العزيز الله وأن الله ويا الله ذا هو نفس العين مارك نفس عين المبدل منه ذي ويا كاس وحوها بدل ماركتي شيء من الشيء وكي أبوه الرئيئة الأفر بوغير سمابا نري الثاني كل لباد بدل البعض من الكل بالي رهلا قار أو ما ركتي دودوبهان كل جي لقى بدشو كل جي بمان أياد إن يركسو بدلان يساويا بدل البعض قيبتي سو بدل قادة شديدي من الكل بمان لقسو بدل قاتويا سواء الوحاء كان ذلك البعض بعض قاس لسو بدل قادة هي كل جي لقسو بدل قادة هي هيا قليلا كير نقيا أو كثيرا ما بدنايا يعني قليلا مركل ليه نصف جوا حكير إنه يهيب على وجهه دون نصف إنه يه نصف لفتي سب وحكير إنه يه أو كثير المركل اللي يهينا إنه نصف كبد ذي هاي أما الله سمين يه لبعض أبو نقول كرتاوي يعني فوق النصف أو مساويا لبعض أبو نقول كراوي نصف إنه كسر رأي أما الله سمين يه هاي تصالح مصنف كان كيف فهمينا نحو قولك هذا الكاجات راه ذوي بدل البعض من الكل جا أكلت الرغيفة كمستي بان عري ثلثه سدح ميلود ميل بان عني حد وكيريا سماها نصفك وكيريا ثلثك أو نصفه بان عني الرغيف كنصفك سيبان عني ولسي مية مساوف وليها سماها أو ثلثيه بان عني سدح ميلود لبن ميل بان عني نصفك وكبديه فوق نصفه مركا سدح لاسمتك ودورة بحنا بضوية مركا كاس وكلا لمذا أكلت وفعل مفاعل الرغيف المفعول به قوي ثلث ذات وحال له يبدل من الرغيف وبدل بعض من الكل وبدل المنصوب المنصوب علامة نسبه فتحة ظاهرة في آخره ثلثه ثلثه ثلث مضاف له مضاف إليه وي مبني على الضم في محل جر نسبه هي ثلثيه نوى لمذ وي كاس وكلا وي مركا بدل كاس شروط بو نوكين دونا
marka badal bacdi min alkulli yani badalnimo lagu nasbinaayo waxaa laga maarmaana inuu badalkaasi kulansado damiir oo badalka ka laabto oo mubadilu minhugii u noqonaayo damiir inuu u noqonaayo sida hadda tusaalan aan soo aragnay damiirkaas inuu madkuur yahoo la sheego inuu muqadar yahay farqi kale ma leh weyaan labada unbuu intaas kuugu ziyaadin walaa budda waxaa laga maarmaana min itisaalihi yacni maaragtay badalu lbacdi min alkulligii la xiriirsigiisii badelkii uu la xiriirsado bidamiirin damiir uu la xiriirsado damiirkaasoo yarjicu noqonayo minhu ay min almubadali min albadali badelkii ka laabanayo minhu badelkii ka laabanayo iyo u noqonaya lilmubadali minhu ay ila almubadali minhu kii isaga la bedelaayo lilmubadali minhu ka lasoo yacni xaggiisa laga soo bedel qaadanayo kulligii ah damiir u noqonaayo inuu kulansado oo la xiriirsado bedelkii waa laga maarmaan weeyaan kal amtil imaa madkuurun inuu yahay dheh mid la sheegay inuu yahay damiirkaas yacni madkuur waxaa loo jeedaa mid lagu hadlaayo oo lagu dhawaaqi karo kal amtilati lmadkuura tusaalooyinka haddana loo soo sheegay oo kale akaltu rakiifa thuluthahu damiirkaas xaggee u noqonaya rakiifkiiba u noqonaya oo mubadalu minhuga ah nisfahu thuluthayhi kulli wuxuu u noqonayaa rakiifkiiba u noqonayaa wey aw muqadaru inuu yahay ka qawlihi tacaala walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila walilaahi allah ayuu u sugnaaday cala annaasi dadka dushiisa xiju lbeyti beytka xajintiisa ayaa u sugnaatay man axad bay allah ugu sugnaatay xaju lbeyt oo maaragtay rabbi ugu sugnaaday istataaca awoodo yacni istataaca ay minhumaa loo jeeda hadda walilaahi cala annaasi xiju lbeyti baa la yidhi lilaahida harta waa khabarkii muqadama wey soo maa walilaahi cala annaasi waa khabarkii muqadama wey cala annaasi jaar majruurkaas waa la xaalaynaaya xijuda ayaa waxay tahay mubtada muakhara xijudaasa mubtadiya muakhara ah weyaan xiju mudaaf albeyti mudaaf ileyhi wey mantaan ismiga mawsuul ah ayaa yacni maaragtay bedelkii ah oo laga bedelaya annaa sidaasaa laga bedelaya annaa sidaasina waa hoos dhignay soo maa marka man ismu mawsuulin fii maxalli jarin badalun min annaasi badalu lbacdi min alkulli baa la leeyahay badalu bacdin min kullin bacdi oo yacni maaragtay lasoo bedel qaato oo kullin ka mid a dadkoo dhan buu rabbi kuleeyahay baa la yidhi xajka dadkoo dhan buu rabbi kuleeyay inay wada xajiyaan oo beytka ilaahay soo cambiraan oo xagga ay aadaan ziyaaro ay xaj ay u tagaan ayaa dushooda saaran baa markaasaa la reebay oo la yidhi wax laga soo bedeshay dadkoo dhan maahee waa mustatiiciinta wey marka man istataaca almustatiicuun qofka mustatiica ahee awoodo dadku ka mid yahay soo maa waa bacdi dadka ka mida wey qofka mustatiica awoodi karo weeyaan marka dadkoo dhan ma wada ahee mustatiica wey ay minhum marka damiirkaas ayaa meesha ka xadfan damiirka oo maaragtay man istataaca uu noqonaya minhum taasi madkuur maahee waa muqadar wey meeshuu ku qadaran yahay weeyaan waaye kaasna waxa weeye waa badalu lbacdi min alkulli ayuu tusaalihiisii ayuu kaaga soo warramay iyo waxa uu yahay athaalithu midka saddexaad badalu lishtimaala la yidhahdaa badalu lishtimaal yacni maaragtay ayaa loo yaqaanaa weeyaan badalu lishtimaal waa la yidhaahdaa badalu intiqaalinna waa la yidhaahdaa badalu ishtimaal yacni maaragtay kulansiga bedelkiisii wey waxbuu kulansaday ishtimaal masalan waxa weeye wuxuu leeyahay wahuwa an yakuuna baynahu wa bayna almubadali minhu inay tahay an yakuuna baynahu wa bayna almubadali minhu mulaabasatun mulaabase inay meesha taallo yacni irtibaad inuu jiro inuu jiro wax la yidhaahdo isku xirnaan inay jirto mulaabasadaasi ayaa bedelkii mubadali minhuga ka dhexayso taasoo bikayri aljuz'iyati waalkulliyati ba la yidhaahdo weeyaan markaas wa sumiya bidalika waa lagu magacaabay badal ishtimaala lagu magacaabay liishtimaali macna alkalaami calayhi kalaamka macnihiisii ayuu kulaminayaa lanna alcaamila fi lmatbuuc yashtamilu calaa macnaahu biariiqi alijmaali buu leeyahay calaa kulli xaalin ka soco
بدل الاشتمال اللي هذا نحو قولك هذا الكاذي وحي لم يدو أتراه ذوي أعجبني زيد زيد باي عجب قليي وزيد سيكو عجب قليي علمه باي عجب قليوي يعني علمي زيد باني عجب قليوي مرك علمي كان إيه زيد وح ماركت كلية إيه جزئية عن أهين أو ماركت ملابسها كده حيسو زيد كان علمي كان أسرع إسكاله وقريب أسرع وكم إذا علمي يساوي وح عجب قلنا مرك ملابسها سكده حيسوي يعني أعجب وفعل ماضي نون تو نون الوقاية يأذو مفعول به زيد تنو فاعلك علم ذن بدل من زيد وبدل المرفوع مرفوع وبدل اشتمال الإرادة وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره علم مضاف لها ومضاف إليه مبنى على الضم في محل جر ويا ولا بد مركب حوليها سجنا وحلق مرمانا من اتصاله لحرير سجيسة بدل اشتمال كان بضمير ضمير لحرير رسده ولا مرمان ويا يعني بدل كي إنه ضمير لحرير رسده ضمير كاسو يرجع إلى المبدل منه ويا أي يرجع إلى المبدل منه وحك الله بنايا بدل كي وكل الله بنايا يو مبدل منه وقول الله بنايا ضمير كاس إما مذكور كل شيء إنه يهي أو ملفوظه الغد واقعي إنه يهي كالمثال الذي ذكره المصنف مثال كي هذا مصنف أو نوع شيء يو أعجبني زيد علمه أو كليتا علمه ضمير في كجراي زيد بؤن قناي سماهين ضمير كوال لحر أو مقدر إنه يهي يعني من ماشي كقرصون إنه يهي كقوله تعالى الله أو يري سبحانه وتعالى قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود قتل وحال العنري أصحاب الأخدود قدتك كوي أصحاب توضا هورينا يدبك قدتك كشري قدتك قضي أيال العنري النار أصحاب النار بال العنري النار بال العنري ويا مركا يعني النار دان هدا الأخدود داسا لقى بدلايا مركا هدانا الضمير لابانا يوه أخدود أولا بنا يمجره أي فيه بالو جيدا في النار دتك وحكو قباي دتك كوي وحكو قباي النار تدحل وحكو قباي قدتك ماشي كشيدي أخدود تدحل وحكو قباي كو عيه العنى داس أسوغناتي ويا أولا العنى دي ويا مركا كلك ضمير كاسي وحوي وضمير مقدرة وماشي كجيره أو هذا مارت مركل سوى قدرت أي فيه للي هاي ويا في الخدود بالو جيدا يعني جاح جاح يدي قدرت كده حضوري أي كل حجرتا أي كل سجن نار تاس كل حجرتا مركا أصحاب الخدود بال العنا ذي النار بال العنا ذي ويا مركا النار ذان وحوي وبدل من الخدود وبدل وهوس نجنت النار ويزمه وبدل المجرور مجرور علامة جر كسرة ظاهرة في آخره ضمير كان هو فيه ذات مقدر كان ماشي كجرا ويا اي واحد ظاهر وملفوظ والقول واقعي معها ويا وانتي هذا انكسر مرني ما رتي بدل البعض من الكل ذي ضمير كي يصير نقول لها وكلا ويا كانوا قدام بيا وحل الى الرابع كان افراد البدل المباين يعني وحل وجد اي البعيد من المبدل منه يعني كي بدل كي مبدل منه جيسا كفوغا أو أد يعني كديرا كاسب بدل المباين لو يقانا محيالي يعني للمبدل منه مكفق يهي بحيث لا يشعر به أو لا يشعر به يعني لا بحيث لا يشعر به ذكر المبدل منه بوجه يعني بأن لا يكون مطابقا له ولا جزءا منه ولا ملابسا له ساس أجيدا يعني بحيث لا يشعر منها أن تهمين به أتقى ذكروا مبدلوا منه دي. مجولنا كذلك نوع يعني يشعر إلا إلى هذا أن لدريمين ذكروا مبدلوا منه بوجه أن لدريمين مثلا كو مطابق معها مركه روائنس مطابق له مد بولي وسنوهين جزء سيء كم إذن إنه سنهين ملابس مده أو تصدي بدل اجتمال كي وكالنا ملابسك بحيثان أين جرين مركوا بعيد سو مجد وفقي هوي المباين كيف فقاي مبدل منه كيف فقاوي وهو ثلاثة أقسام كاس مبدل منه يعني بدل مباين كل يراهدو بدل مباين كل يراهدو صدح قيبوت بك كوبين صدح قيبوت أيو ككوبين هاي
وهو ثلاثة أقسام سدح قيبود وي بدل الغلط قفكي بدل كيسي كو وبدل النسيان حلمامك بدل كيسي والله وبدل الإضراب يعني كجيسي لقجيستاهي بدل كيدي سدح ذاوية نحو قولك أتراه ذوي رأيت زيدا الفرس زيد بان أركي الفرس بان أركي هذا مثال كان رأيت زيدا الفرس أتراه ذوي سدح ذا بدل بوا كدع كرا بدل الغلط ونقن كرا بدل النسيان ونقن كرا بدل الإضراب ونقن كرا ويا سنفك مركب نوسي فسرها يفيري أسرع نوكر نوشر حيو سدح ذا بوكر رموذي كرا يعني مركب ترى رأيت زيدا بان أركي الفرس بان أركي باتري غلط كون نقن كرايو مثلا أليق واحد رفتي إنا ترى رأيت الفرس إنا ترى دونيس مركب سد غلطي مركب سد رأيت زيدا ثم مركزات حسوسات مركزات الفرس تري مجدا رأيت الفرس إن أول ترى ذا الرري رأيت زيدا باتر مركزات رأيت الفرس كذلك تري تاسو كلا غلط بالي هذا هدي آت غلطه مثلا هدي آت ترى هذا مثلا لقد نقول مثلا بدل نسيان كنا وحال الرئينا ترى رأيت الفرس رأيت فرس إن ترى ذا دوني مركزات نسيان درتي بعد وحا أتري رأيت زيدا مركزة تحسوسة البد الفرسة باتري مركزة دنا هدي أدوجه مثلا متكل يراد بدل إضرابنا وابدو قصد يساوي مركو هوري رأيت زيدا بان أركي مركزة انت كجي ستال الفرسة بان أركي قصدا أيادو قصد يساوي مركا بدل الغلط كانو قهر رأي وحال يراد بدل الغلط كان شارح مركو ونوشي وحوليه وهو الذي لم يقصد متبوعه كان آنن كان راعي متبوع أو راعي أو الراعي وي أن لولا قصدين أيالي هذا بل سبق إليه اللسان عرف كسو كهر مري مثلا رأيت زيدا الفرس سما كمتبوعة زيد كمتبوعة سما تابعون والفرس كوي مركا ولما آذن قصد متبوع عن زيد كإن كهذا شيء عرف ككابور مركا غلط بالي هذا كاسو كلوين بدل النسيان كان وحال إلى هذا ما قصد ذكر متبوعه وحال لو قصده متبوعي سالشيغيستيدا مركا ثم تبين فساد قصده مركا كبعدنا قصدك فساد كيسي ماركتي او عضاده ايا لي هذا فساد قصده او عضاده مركا سنة صوابك إلا لي ماذا بدل الإضراب كان وحال إلى هذا ما قصد فيه وحل لو قصد هذا كل من المبدل من المبدل والمبدل منه قصدا صحيحا قصد صحيحا لبدا ذو لو قصد هذا كاسا لهذا كان هورا قصد أتري كده ضمن قصد بعض الله إيمانا يساويا سدح ذو قوة أوي رأيت وفعل وفعل زيدا مفعول به الفرس بدل من زيد وبدل منصوب منصوب لأن كبوي شارع مصنفك رحمه الله لأنك أريق أردت وحاضنت أن تقول إنا ترى هذا رأيت الفرس إنا ترى هذا فغلطت مركزات غلطي فقلت وحاتري زيدا باتري فهذا مثال الغلط وي وتصاليه غلط كتصاليه زيوي وإن قلت هذا ترى هذا رأيت زيدا بان أركي مركو رأى ترى هذا ثم لما نطقت مركز كل واقضيت كل هذا شيء دبليل تذكرت أد حسوسة أنك أذيقب إنما رأيت فرسا إن فرس أركتي بات حسوستي فأبدلته منه مركزات كبدل قادتي يعني فرسك فهذا بدل نسيان بالي هذا وإن أردت هذا ولجه هذا الإخبار هذا دونته وإن أردت الإخبار أولا مركه هنا تكور أنت هذا دونته بأنك رأيت زيدا بأنك رأيت زيدا زيدا أركتها بيئة كل كهر بين كهذا شيء دونيسو ثم بدا لك أكو ظاهر أكو مغضو أن تخبر إن أدورنت بأنك رأيت الفرس فرس إن أردت إن أدورنت أدونيسو فهذا بدل الإضراب بالي هذا يعني كجيس الشبي بدل كذب على هذا أو لقى جيس توية يعني فأبدلت منه أي من زيد تاسويا مركو هريتو فرس بعد إنما رأيت فرسا بعد أركتي فأبدلته وسو بدل غادتي منه يعني من زيد بعد فرس كسو بدل غادتي فهذا بدل نسياني بالي هذا ويا انت مركي أسماء ذا تهي تساليه إذا اسم لقى بدلي
ayuu kaaga soo baxay afarta nooc inuu yahay kan ugu dambeeyo oo badal mubaayinka la yiraahdana saddexda inuu u qabsamo ku sheegay wa mithalu alfi'li fi'lki tusalihiisi waxa way oo badalkii kamida yaani wa mithalu ibdali alfi'li min alfi'li fi'l fi'l laga badasha tusalihiisi waxa way wa man yaf'al dhalika yalqa ataman yudaa'af lahu al'adhabu yawm alqiyamah saaso kala weeyaan ومن يفعل قفكي سمايو ذلك أرنك قفكي سمايا يلقوح لكل ما أثاما دنبيا لبو لكل ما يضاعف ولا الله البلابي له إساق العذاب عذاب كيف الله الله بلابي يضاعف له العذاب يوم القيامة ما لك القيامة الله الله بلابي يا مركا من توا اسم الشردي وي والله بدا فعل جزميني سي يفعل تهروا فعل شردي جيدي مبني على سكوني وي يلقب دنبنا وجواب الشردي وي مبني على مبني وحاله مجزوم على جزمه مبني على سكون ما مجزوم على جزم السكون يفعل تنجي دوره يفعل فعل شرد مجزوم بمن على جزم السكون وي مركا من طهر من تو اسم الشرد جازم يجزم فعلنا الاول فعل شرد والثاني جواب الجزاء يفعل فعل شرد مجزوم بمن على جزم السكون هو وي فاعلك ذلك هو اسم اشاره ذاتيه ينقذ وحالنا هو جواب شرطه مجزوم علامة جزم حذف حرف العلة وهي الألف وسمها يلقى حلقة ألف تساقوان مركة أثاما بو لكل ما ومفعول به قيدي وهي يضاعف تهزم بو وبدل من يلقى يلقى لك بدلية يضاعف تبدل من يلقى وهي مركة يعني وحالي رهدانة بدل الشيء من الشيء ذي ويان شيء شيء اللي قبدله ويان بدل الشيء من الشيء ذي أيون قنايا لأن يعني مضاعفة العذاب وحويش أفإذن قاس يذنون تألقوا لنتي وحكد لنا يوي وأسنق اللبتي سيوي يعني أثامت أن أنت لا أكتهي العذاب كان لقوا قول أبلابي ويان يضاعفتها سوحوا بدلوا من يلقى يعني وانا فعل مضارع مجزوم هل كاس بدلوا وبدل المجزوم مجزوم علامة جزمه السكون ويضاعف وتاوي العذاب نائب الفاعل كيويا مركا كاس محقوق مثالي مركا او يهي بدل كا بدل الشيء من الشيء مركا يهي ويا لكن بدل بعض من الكل شارح غاسو كاقا مثالنا يا ان تصلي تسجد ان تصلي تسجد لله يرحمك الله يرحمك الله ساسوي حداد تكتو وربك أنا أسجوده الله وكون حريثنا إن تصلي تسجد سو ما جدي سجود دان وبعض من الصلاة وي تسجد دان وحلا قبل دليا تصلي ذا هي اللي قبل دليا وي صلاة وشيء كل أهوي سجود وبعض كمذوي مركب بدل بعض من الكل قاسك وقومي تالي وي بدل اشتمال كحقوق مثالنا يا وحولي من يصل إلينا يستعن يستعن بنا يعن قفك أنا جن سوق جار أو جرجر نويديستو والله كلمة يا ويا مركا يعني وحوي قفك أنا جن سوق جار أو نوي من لا سحريرو يستعن بنا بدل اشتماله يعني وح أو كل سحرير واستعانة طلبوي جرجر بكا طلب ياويا يستعين بنا جرجر نويديس استعانة نويديس ده مارت يعنوي ولو جرجر ولو كلمي بدل الغلط كحكومة مثالنا يا حكومة مثالي إن تأتينا إن تأتينا تسألنا نعطيك يعني وحي مثل وحي ولا هي إن تأتينا تسألنا نعطيك يعني هذا نوتي ماذا تسألنا نويديسو مركو حد مودا يعني أنا وجهده إلا ماشي وحيل السيال ربي هذا دو إحنا ويديس تباشوا ليه لا أو أنت أتينا مركاسو تسألنا إلى نعطيك دم باك دم بيتي حوان قصينا هنا هذا نويديس تو مركاسو وجهده وين على كل حال الأمثلة ذهك هسوي لك هذا آخرين دون إن شاء الله تعالى ويجوز إبدال النكرة من المعرفة ويجوز وحابنا إبدال النكرة نكرة ذي بدري ذي من المعرفة معرفة ذي اللي قبدله يعني معرفة اللي قبدلاه ويسكبنا أنتهي معرفة يعني نكرة أصغوها مبدل منه
إبدال النكرة والنكرة أي بدل كيا معرفتنا مبدل منه بيوي من المعرفة اللي جسوا بدشوا نحو قوله تعالى ويان أولي الله أويري يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قتال تان هدر ونكروا وانا اللي سوى بدل قاتيو عن الشهر إذا سؤال فلانتو وضطو معرف كابا اللي جسوا بدشي سوى مجهدي عن الشهر إذا سؤال اللي جسوا بدشي مركب نكروا اللي سوى بدل قاتن كرا معرفنا واللي جسوا بدل قاتن كرا صاصوا أجيداوي فقتال ونكرة وبدل اجتمال صاصوا كلوية شهر ذا ومعرفة ذا أنا لقسوا بدل قاتي مرك هذا المصنف كوجد وحوي اسم هذه اللي قبدلوا يعني مارت موافقة البدل المبدل منه في التعريف والتنكير إن اسكوا فقان معرفة لماذا ينكر لماذا واجب ما هنو ليه وحواجب يا ما اي وحبنان معرفة ذي إن معرفة اللي قبدشوا معرفة ذي إن نكر لقسوا قاتي أو لقسوا بدشوا سني مثلا هذا مارتي معرفة اللي قبل دشة تسألونك هذا أن سوى ذمره نوي زيد أخوك أو كلاتي أخوك هذا لفتي ذو معرفه كاف الله إضافي وأجه داويا معرفة أو نكر مارتي اللي قبل دشينا وحوي أو كان بدل كهي أو معرفية هي إلى صراط المستقيم صراط الله أو كلاتي صراط الله صراط الله ذاني ولا إضافي كان هرنا يعني إلى صراط ونكرك ويا نكرة ظهر رئيسا معرفة ولقسوا بدل غاذا كرا نكرة إن لقب الدشال الأركاب ولي يعني مارتي مفازا حدائق وأعنابا أوكلا تنكو مثالين وهكذا يعني عرصاص أجي ذاويا باب الأسماء العاملة عمل الفعل هذا محله ومبحثها أسماء ذي أي أبابيها العاملة عمل فليسي عمل الفعل فعل كعمل فليسي يعني عمل الفعل هي عمل فليس وامحي أسماءوي ترفع الاسم وتنسب الخبر فعلك فعلنا وقاذن جري مفعول بهنا وقاذن جري سماهين أسماء ذا فعلك بوسك استاقيسا شغله فعلك هو كريق بنسا ترفع الاسم وتنسب الخبر ترفع الفاعل وتنسب المفعول بنجيدها مبتدي خبر ما ترفع الفاعل وتنسب المفعول بنجيدها فعلك نوي قذن مفعول به نوي كردي قيسا سدوك لو يتعلق به الظرف والمجرور جار مجرور وكحر مكراوي وكتعلق كراوي وكحر مياموي سيدا فعاش وكحر مجرين أي وكحر مياموي مركا وحمصنف كليه كلك رحمه الله اعلم أقول أن الأصل أصلك في العمل أصله يعني في العمل شق أو شقلق بتاهي وح أصل أؤه وحوي للأفعال أن يكون للأفعال عمل كاسي إنه النقضاء أفعاشي أو سبناظه marka wax alla horta in faa'il la gato oo mafcuulubihi la kordhigaahi ya asal ahaan u leh afcaasha u leh asal ahaan afcaasha u leh wixii marka asmaada kamida oo faa'il la gato mafcuulubihi la kordhigtaahi waxa la yiraahdaa fali shibhihi bil fi'li akaan sha'o fi'lka u akaaday darteeda loo siinaya asmaadaasi weeyaan وحوله وما عمل من الأسماء فلشبه الفعل فلشبه بالفعل وحي عمل فلو أسماء ذا كمذا أو فعلك أنا قلت مفعول بيك أنا كرب جاهي كان شو فعلك هو إجي هاي درت الباس ذا اللوين ويعمل عمل الفعل من الأسماء سبعة ويعمل وحا عمل فلو او شقد يعني وحا عمل فلو عمل الفعل فعل كشقديس وحا قبتوي من الاسماء اسماء حال كوني من الاسماء اسماء وكم دي هي سبعه تضبط اي عمل فشو عمل الفعل بعمل فلو تضبط مصنف كو نوترين دونا مصدر كو سو هرمرنايا اسم فاعل كاكمدا امثله المبالغه كاكمدا اسم مفعول كاكمدا صفه مشبهه كاكمدا اسم التفضيل كاكمدة وحاكمدة اسم فعل كاكمدة اسم الفعل كاكمدة تضبضها سوي مركا يعني وحي كدران قارة طبان كدقو ولذلك شارح هوس وكدي ذي طبان لقدقاه معقول ما هو ليه محايا الوحي كدران يعني. اسم مصدر كأيو ظرف كإيجار مجرور كأيو كدران مركا
sidaasay 10 uga dhigaayaan yaani saasay dhahan laakiin todobadaana mashhuur ah weeyaan todobadan ayuu musannifka sida tartiibtaas uu ku sheegay anoogu iimaan doonto weeyaan al awwalu kan hore oo todobada kamidii todobadaasi allati taamulu amal al fi'l la iimaanayso kan ugu horeeya al masdaru masdar weeye مصدر نهد وصوب وحال إرادة واسم الحدث الجاري على العمل وشقذا لقبنا أيو مقعيدة وشقذا سكدر رسانة يسويا وكسو هذا النيو مثل هذا فعلك وحولوه اللي بشي سوما وحو تسا حدث إيا زمن تسا سوما شقل لقبطي إيا زمن كتسنا مركا زمن كمركي اللي قدتها شقذاس لقبتي با مصدر كا وفهمسنا يا جماعه مثلا ضرب مركا تراب ضرب عن الزمن دحد عضي زمن ماضي دعضي ضربي او قرعنا وكتسنايا قرع وحدث كي لقبتي ضربي قاس او زمن كان اهين ايا مصدر كل يرا هذا ويا تاس وجيدا كل كان مصدر وي كان هوري بشرط ان يحل محله انه دغو بوس كيسا او دغو فعل فعل إنه دقو مع أن أن لجرن كيذن أولا دقو فعل كاسي وإنه أن أي لجرتا أن تازنواتي مزدرية ذا أهيدويا وأنا مركي لولا جيدو إنه مارة ماضية هاي أما استقبال مركو كتوسين هايويا أو أما سي مع ما يعني إنه مارة مزدر كبوسكي سي فعل أو دقو فعل كاسو مع ما ماضي مزدرية ذا أهيد لجرن كذا أهذا ويا وهذه لولا جيدة حالة هذه لولا جيدة ويا أو استقبال إيه ماضي منا أن لولا جيدين ساس وجيدة ويا بشرط أن يحل وح مصدر كمركو عمل فلا يا عمل الفعلي وح شرطية لا بشرط مو أنت كوجي شيء جيا إنا وغرت محل كيسة مصدر كبوس كيسة إنا وفعل دقو فعل كاسنا أن مصدرية أوته بس كيف ومصدر كدقي لها بفعل دقي فعل كاسنا محوته أن مصدرية بلا صعته وحان اللي ولجي إذا أما استقبال وحصو صعده أما زمن تقيبا اللي ولجي إذا أما سه طلبات محل كيسة وحاد دقي فعل باد دقي فعل كاسنا مع ماوي ما ذروتي مصدرية ذا هيد بولجرا ويا نحو قولك ترى هذا وي يعجبني ضربك زيدا هذا ماشان وحولي شارحة أي أنت وحولي جدا شارحة ما هنا مصنفك وحولي أي أن تضرب زيدا زيد إن أتقرع ضوء أي أجيدة أي أي عجب قلي سوي يعجبني وحي عجب قلي ضربك قرع عدة هذا زيدا أتقرع ضوء ضربك قرع عدة هذا زيدا أتقرع ضوء يعجب هذا هو فعل مضارع مرفوع لتجرد من الناس لو جز منها لو أمارت لو رفع عناية نون تو نون الوقاية يأذن ومفعول به ضرب هذا مصدر سماه ومصدر وي ضرب ذات وام حد وفاعل يعجب سماه مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره ضرب مضاف والكاف مضاف إليه سبب الضرب ذان أي وحيته ومصدر يعمل عمل فعله يرفع الفاعل وينسب المفعول فعلك سوى كاف كاسوار لو إضافي قلت هو مصدر مضاف إلى فاعله بالإرادة ضرب مضاف الكاف مضاف مبني على الفتح في محل رفع ما في محل جر ومضاف إليه وي. لكن مضاف كاس مبني على الفتح في محل جر نري وفاعل ضرب ذات فاعل كيدوي كاف كاس زيد أن ضرب ذا مفعول به وقاذا نيسو مفهوم سماع هذا ماشان ضرب ذا ماشا أو هذا الدقي بوس كيسا يعني فعل أو أنوى تاهي مدقي كرام اسم مدقي كرام بوس كيسا ودقي كرام وأذو يرو كرام لم يتاهي يعجبني وحي عجب قلنا أيو أن تضرب زيدا أن تضرب زيدا فعل أو أن وتا أن مصدرية وتا بوسكي ضرب ذا مقالة مس مقال هذا هو قال أن تضرب زيدا ما أرنس مركا كاسو كلا تبع الربا شرط جاوا أي أن تضرب زيدا وكاسو كوشي جوي مركا
ضرب ذات وحي عمل فشي عمل الفعل كاف كمفعول به فاعل كذوي زيد المفعول به كذوي كاف كين والله إضافية ومصدر مضاف إلى فاعله ويان واي كل بعد مركو مع ما يهي أو فعل فعل ك أو قداش يصدق كره فعل أو مع ما وتاهي أو دقي كره ومركو حارضة كتسيناي مركو تنهر موجود هذا يعجبني ضربك زيدا آثر هذا وحنقن كرا يعجبني ضربك زيدا أمسي شلي أدقر عضي وحكالو كتسين كرا يعجبني ضربك زيدا غدا أدقر عضي أنت استقبالها تنوحي كتسيني سحالة تسالها لغادوي ونحو قولك يوحي لما دويان آثر هذا يعجبني وحي عجب قلي ضربك زيدا أي ما تضربه يعني ما رتساسه كلاوي ضربك وياه ما تضربه ضرب كذا عن هذا يعجبه ذو أسلع رابته هذه سيدة ذي وي يعجبه فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناس والجازم علامة رفعه يعجبه مرفوع علامة رفع ضمة ظاهرته في آخره نون تأنون نون الوقاية والياء مفعول به مبني على سكون في محل نصب أو يعجبه ذاس مفعول به أوتاي ضرب ذن وفاعله يعجبه مرفوع علامة رفع ضمة ظاهرته في آخره ضرب وحال إلى هذا ومصدر كيوي يعمل عمل فعله يرفع الفاعل وينسب المفعول كاف كاسي وفاعل كيوي ضرب ذا زيد دنا ومفعول به ضربا تاس إيقاذا يسيوي لكن كاف كي أي وحا لقدقي لو إضافي مصدر كي أو فاعل كي يعني ضرب كاف كي أو فاعله با ضرب ذي أو مصدر كاهد با لو إضافي لذلك وحويه مصدر مضاف إلى فاعله بالي هذا marka booskiisa waxa dagi kara hada darbuka zaydanta ma masdariya fiil oo ma masdariya la jiro aya booskiisa dagi kara waxa dhigi karta yujibuni waxa ay ajab galiyay ma tadribu zaydan yaani garaacida zayd aad garaacaysa ay ajab galisay lamaad waa tii masdariya ayde ma tadribu zaydan garaacida zayd aad garaacaysa ay ajab galisay ma tadribuhu daas weeyaan marka masdarkii horta intaas ayuu marka hore kuugu soo sheegay tusaalihiisa iyo shuruudda looga baahan yahay hadda qaybaha uu leeyahay masdarku markuu amal falaayay markuu amal falaayay kulli ku sheegi doona waa huwa masdarku thalathatu aqsamin nu'yal sadahawiyya mudafun kullu idafiyyu wa masdar aw la idafiyyu wiyya yaani mudafun lima ba'du wax ka dambeeya loo idafiyyu ومنور مثل التنوين يوي او مركا لا تنوينينايو ما خا لو تنوينيني لتجرده من الاضافه الاضافه من موته الموته اضافه موته مركا تنويني لما شغل صار ومقرون بال المثل الحريري يوي مصدركي كسدحات الا انه مضافي البال الحريري البوته البوتايو مقرون بالوي مركا صدح ناس أمبو متكون نقوني إلا إضافة إيه وحكد دم الله إضافة إيه إنو منوي هو إضافة إيه من أهل الراعين إنو ألوة مزدر ألوة تاهي النقضو صدح ناس أيو كوشي قدونا إن أونو أقب سيهي مدل بي وحو يهي بكوشي قدونا هر صدح دينو أقب سيهي وبو نوشي كان هر مضاف النصر بالله فيعماله مزدر كعمل سي عمل عمل فالكيسة أما عمل سينتيسة لعمل سيو مضافا حال كونه مضافا كل إضافية وياي مصدر كعمل سين تيسا يسقوا أمدلا إضافية أيا أكثر فربدا يعني وحي كفر بدنتا في كلام العرب عربت هذا الكيذي كفر بدنتا ما هي كفر بدنتا من إعمال القسمين لبدا قيبود عمل سين تيدا مركو منون يهو تنوين وتو اما مركو يهو مقرون بأل ألا لحريريا لبدا ايو كا مارك كفر بدن يهي ان العمل سيو سو صدح قيبود ما انا نقيبين انو مضاف يهي مزدر كاسوغو مضاف انو عمل فلو با ايد او بدن محينا كبدن تهي انت او عمل فلا اسوغو منونة اما اسوغو مقرون بأل أي كثر بدن تايو ساس أجيدا فتاس ويا ك
كل مثالين بويري لبدي تسالة نو سهر مرتي لبدي تسالة أو نو سهر مرتي هدا يعني يعجبني ضربك سوما جيدي زيدا باسو شيقني مركي أن فعلك مضارع لحر السنة محركي سدقيه أما ما تضربه إلى لحر السنة يسي تاسو أجيدا قال إذا في سماهن ضربك مروا بكافك لو إذا فيه ومصدر مضاف إلى فاعله أي مروا الببقى هاويا وايه وكقوله تعالى بلم إذا الله هذا الكيس أويري ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا مركا يذكر فيها اسم الله كثيرا مجر وليعلم أن الله كحيت وايه ولولا دفع الله الناس الله علنتي سيريبستي سددك أو ريبه بعضهم ببعض قاركود قارك كرعو كل ريبه أو جهاد إيا الدقال إيا وحلم إذا وكد دفع يادين الجر الهين له دمت صوامع وبيع وصلواته ومساجده كل والباب يعني فساد بأردودا قبل الله هوي مركا حد محل شاهد كأن الدفع ذا سوي دفع ذا ومزدر مجدا يعني لولا ذواتي امتناع يده حرف امتناع لوجود غيره يلين هذا حرف امتناع لوجود غيره يعني ايا لغو اعرابا تي امتناع يده هيدوي دفع ذاسي مرك وحوي ومبتدا دفع مضاف الله مضاف اليه وي دفع ذان ايا وحو يهل يعني دفع ذو مصدر يعمل عمل العمل فعله يرفع الفاعل وينسب المفعول وي فاعل كيس كيوي مركا يعني واحد دفع كل ريبة يسو الله ما الله با فاعل كيا لكن فاعل كي والا إضافية يو مصدر كيبا لا إضافية دفع مضاف الله مضاف إليه بادي لكن فاعل كي يدي وي أما أسر المفعول به كي يدي وي وضربك زيدا تي أوكال لم يتاي وي مصدر مضاف إلى فاعله وي مركا إنو عمل فلو أي آدي يا دوتر بدن الله بدك لك بدن وي مركو مضافي هاي كاوا قيبتي كوباد و مركو مد... يا حاضر تقدير حق لك تقديرنا ان لما قلنا يا ها تاسو كلين قنيسا يعني واحد وجد هدي او او لخي رسده سماه الى شروطيني اني انت لخي رسته او فعل كمضارع بوسكي او دغايو كل سماه لفتي شار شيخ وانا دغايه سماه لولا أن يدفع الله بلا وهربوه وحوى ولولا أن يدفع الله أن يدفع الله سما أن يدفع الله الناس ويساس ويتاور تبا سكوب أن يدفع الله أنت يدفع ذاسي أنت كردك سما أن يدفع الله الناس قصاص ويا وعمله وعمل فلكي سمنونا إعمال انتي سحشقين تي سمنونا أصدقوا أحال كوني منونا إسقول التنويني أو تنوين وتأين وعمل فلنا أقياس إسق قياس بدنوي يعني أقياس في الحولية أقوى في القياس وكقياس بدني وكحوك بدني حق قياس من عمله مضافا أو مغرورا بأل يعني حق قياس أهان مركلي هذا أسقول منور إنه عمل فلو أي قياس نما بدن نحو قوله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ساسو كلا ليرادو أو إطعام ليرادو مركا أو إطعام وحكاة تفكر رقبة سواماها أو إطعام أمقود في يوم مال بحذي اللقوذيه مال كذي مسغبة باهي صاحبه يتيما اللقوذيه مركا إطعام تان وهذا هو التنويني فعل كيسان ومارة مقدر وماشو كجراويا إطعامه يتيما أدو يروك للمتاه أو إطعامه يتيما أو ولبا مارة ساسو كرو أهان لها إطعام المركة هذا إضافة والغوية ألا نموته وأنا التنويني إنو صدا أسوغو عمل فلو أي حق قياسك أسوغو مضافة إيا أسوغو مقرون بألا يعني أسأ كذا قياس نما بدن قياس كذا حيوك بدن ساس ولي يوي مرك إدعام كان ومصدر يعمل عمل فعله يرفع الفاعل ويسب المفعولة فعل كان وحاول ضمير مستتر وماشى إدعامه أكل نقل يتيما ومفعول به جذي نسبنا يسويا وعمله عمل فلكيسة أو عمل فله مصدر كي
حال كونه مقرونا بالمد للحريرية أو يهي شاذ يعني وحوجد أي قليل مد يرويا حق قياسك استعمالك أيو كير يهي صوبت أير هذا نوامح شارح وحولي لبعده فقانشه سؤو من مشابهة الفعل فعل كي شبه دي سؤو كفقاده باقترانه بأل لحرير سيس أل أو لحرير سدو إلا فعل كأل ما حرير سنجر صوماه فعل أل ما لحرية من علامات الاسم كم تأشى صوماهن مرها دي مرك أو يعني أل أو لحرير سدي مصدر كي قياس وحوها إني سن أل قلن محايا الوحو قبل لأنهم أول بالفعل هو فعل من لغو تأويلية ويا مركا فعل كان المقاشو سدا درتيد بمرك استعمال كيسو أو قليل أو أي هاي ويا كقوله مركا لكن عربية كرائية نثرية مقالة مركا سو كروحو كو استعمالا وحو قلا محالي هذا قبيقي وحالا ميتك أهبال لقليا ويا يعني وقد ورد عمله في الشعر وكسو أروري بوليه شارح شعر أيو كيمد كقوله إنك شاعرك هذا الكيسيوي ضعيف النكاية أعداءه يخال الفرار يراخي الأجل بعركة متقاربة لهذا فعول 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 بلناها ضعيف النكاية أعداءه يخال الفرار يراخي الأجل فعول 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 بل إلى هذا مركا ضعيف النكاية هو ننكا ننبو عينايا ضعيف النكاية يعني وحولي هاي يعني فلن مديسة واسك فلن مو عبسديسة مني آد أضع يعني مارتي ضعيف النكاية هو ننك ضعيف النكاية وي عبسدي سمذي ضعيف تهوي أعداؤه أو كبق صوما صوما معني ها أو عبسية ويا أعداء اللي عمل فلسطين ضعيف النكاية عبسين تيسا أعداؤه أو عبسية مد أي تقدر أنت هوي يعني عدو جيسا وأنا نأت فلي وها عدو جيسا أنت بدل ما أصيبه نب مجارسية ويا لكن هذو حجارسين عينه وإصابة قليلة هات ويروي marka labaad cadawgiisa ma baa bistaay karo marka dagaal iska goori maado uu bacaraba yaqaalu firara buulaya yaqaalu wuxuu umalayni yaqaalu wuxuu umalaynaya al firara arki yuraxi inuu marti fogeynayo oo dheereynayo al ajal umri inuu dheereynayo umalayna haduu cararo inuu sadimanayno goobta uu ka cararabo umalaynayaa marka maxal shaahidkeena waxa weey an nikaayatada annakaayatidaas weey النكاية نكاية ومصدر كيوي مصدر كان هذا هو عمل فلي وعمل فلي إسلام الكاسنا البوطايو مارتي النكاية باليري أعداءه ذا المفعول به وقادنا ياوية مجدة مركاسه الوطاهي إنه عمل فلو شعر كي وحال متك أي كنت ما دابوا لي والله سبحانه وتعالى عمل الرحيم walaalayaal halkaas waxaa noogu dhamaaday darsigii 5 iyo 30aad ee kitaabka mutammimatul ajrumiyya lil imam abi abdullah muhammad ibn muhammad ibn abdurrahman al ma'ruf bil hattab rahimahullahu ta'ala